كسر رجلي. الله لا يوفق العدو. السلام عليكم، اليوم جبتكم حلقة ارك جديدة. اعتذر على القطع على ارك، لكن الايام اللي راحت كلها كنت مشغول. قبل ما ابدا المقطع لا تنسون زر اللايك، وخلونا نشوف دعمكم اذا تبون حلقة ارك جديدة قريب باذن الله. انا قلت في الحلقة اللي راحت ان نبغى نشوف دعمكم، ما قصرت باللايكات لكن مشاهدات كانت مرة قليلة صراحة بالنسبة للارك. ان شاء الله انكم ما تقصروا في هذا المقطع، وادري ادري ادري والله اني ادري اني متاخر على شباب، وارك مرة صعبة بالنسبة للتسجيل، فاعذروني على ذا الشيء، والله اعذروني جد. بوريكم الاشياء اللي سويت. اول شيء هذا اللي اخذته من ياسر الحلقه اللي راحت، او اعطاني اياه ياسر الله يعطيه العافيه، وسويت لي الاغراض الحديد هذه والاشياء الكويسه هذه. خلونا نشغل سباي جلاسز. اوكي، شوف الحيوان هذا حقي اللي هو سداح، ليفل 180، فلازم ان نستخدم اشياء كثير عشان يلفل ويصير قوي. يبانا نقوي السمنة والسبيد والهيلث وذي الاشياء. وهنا الرابتر اللي اعطاني اياه عبد الله في البث المباشر حق اللي وردكم في المقطع اللي راح، اتوقع مثل ما تشوفون الرابتر ليفله 482. يا ساتر، وش اللي برا؟ دودو، لا توقف عند بيتي، لا توقف لا توقف. ما ادري ايش اسوي. اوه سلحفاه سلحفاه سلحفاه، ثواني ثواني ثواني، هذا يبغى لنا الروضه. بسم الله، نبغى نموت السلحفاه. الله ياخذك يا شيخ، قاعد يطق معها. لا تكف، خلها دام السلحفاه جت عندي، خلها يا اخي. ليتني جايب الاسهم السامه، بس ما سويت ليه الحين. انا ما ادري الاسهم هذه بتخلص ولا لا. اوه ذبحتها ذبحتها، اول مره اذبح ذي، يا ساتر الحمد لله. ودي استخدم سلاح ياسر بس احس انه ما ينفع حاليا، يعني اتوقع لازم اوصل ليفل معين عشان اسوي الاسهم حقت السلاح او الطلقات حقت السلاح اللي مع ياسر، فعشان كذا اقول لكم. صامل صمله الاسد، ما بقى لي اي سلاح. تصدقون كذا افضل، ما يهاجمني ما يهاجمني يا عيال. لا والله يهاجم. استخدم سلاح ياسر، بسم الله، مرة واحدة. والله ما يدمج كثير، 50 بس. احس بقيت سنة لو اقدر عشان اروضه. شوفوا كيف، بسرعة بسرعة، موية موية موية. لقيته لقيته، والله ليفل 180 يعتبر، اتوقع انه يعتبر كثير المفروض، يعني من البترودن ذا حقي ليفله حوله، او يمكن اقل منه بعد. يا اخوان حرفيا ما ادري ايش اسوي بالضبط الحين، يعني اوكي المطر مزعج. شكلي بأهجم او لحظه، ليش ما اسوي بولا واجرب اني اروض ديناصور؟ مو ديناصور، سلحفاه معليش. مع اني شفت مقاطع في اليوتيوب بيطقونها طق عادي وتموت، بس سويت نفسهم بالضبط وما ضبطت معي، ما ادري ليش. حطه كامل، حط لايت 300 زي ما قلنا. هنا نحط، هل هنا لازم نحطه ولا نحط فحم؟ لا يمدينا لايت فاير، حلو خلوه يطبخ. هنا خلونا ناخذ اللحم الموجود، اتوقع الحين يمدينا ناكل. نجيب لنا سلحفاه، انا ابغى سلحفاه كذا، لان اللي عرفته ان السلحفاه تشيل موارد وتشيل اشياء معك، فاتوقع انها بتفيدني مره. هذا ايش يبغى عند بيتي؟ تعال ايش تبغى عند بيتي؟ تعال تبغى عند بيتي، تعال تعال تعال، اكلمك انا، تعال تعال تعال. هوب، والله يدمج كثير، 130 يلبيه. انا ذابحك ذابحك ان شاء الله. اي تعال يا ابوي، تعال تعال تعال، اول حيوان نذبح تقريبا يعني، فكويس كويس مره. الحين نبغى السلحفاه حقتنا، كانت في ثلاث سلاحف فينا في المنطقة هذه الجزيرة هذه، بس ما ادري وين راحوا، كذا فجأة اختفوا. في واحدة منهم اللي ذبحتها، وفي واحدة دمجتها وراحت، وفي واحدة ما ادري وينها. راح هذا مين؟ ولا 469 هذا حق مين؟ يا ساتر، والله معرقين الشعب، وانا 100 وشوي بس لك 200 وفرحان. انا خوفي انه بس يموت، قسم بالله خوفي يموت. طيب نسوي واحدة ثانية مو مشكلة. اتوقع الطريقة الوحيدة انه عشان ما يموت، اتوقع والله العالم، يعني انا ما ابغى افتي، لكن شفت كم مقطع يسوونه بالسلينج شوت، انه يروضونه بسلينج شوت، ما ادري ليش، بس هذا اللي شفته يعني. والله العظيم توقعت انه اسرع من كذا، بس واضح ان الحركة اللي قاعد تسويها بدائية مرة،
يعني ما حد تسويها الحين. نتعلم على الوقت. والله اشوف مقاطع اكثر من ارك الايام اللي راحت كنت اشوف، لكن ابحث عن طريقة ترويض السلحفاة وما لقيت كثير صراحة. اوه هذا الالي او الكتروني ليفل 228، يا ساتر. خلوه هي اللي يزود الى 700، بشوف ال 2700 هذه بتنزل 2600. اذا نزلت بيصير شيء غبي اللي قاعد نسويه حرفيا. هل انه يزيد هيله اذا صار خلاص على شرافه انه يموت زي كذا؟ هل يزيد هيله بسرعه؟ توصلنا 2900، شوفوا كيف انقصت على طول. يعني باقي 500 وين؟ احس انه بيموت، احس انه قاعد يضيع وقت على الفاضي، ما في فايده. شوفوا كيف الهيل قاعد يزود بس قاعد ينقص معه حق التيمينج. فلو هيله 3400 يمدينا نتيمه، بس للاسف فبنضطر الحين وداعا الى اللقاء يا سلحفات. احنا سوينا 100 سهم عشان قاتلك. هي لا تنحاش لا تنحاش، الله يعطيك العافيه لا تنحاش. عطى هيد شوت 55 بيموت. اوكي سويت كل شيء ولا فادني ولا شيء. ما راح تنتهي الحلقه كذا، راح تنتهي الحلقه وانا مروض اقل شيء حيوانين باذن الله، لان الوضع لا يطاق صراحه. هي له 5000 ف التيمينج حقه 4000 شوي، فيمدينا نروضه باذن الله حتى لو نقعد ربع ساعه. هو غالبا نقعد ربع ساعه لما اخلص ترويض. والله دمج اللي ما يبقى. وش تلاق وش تلاق، اعوذ بالله. هل لو طقنا بالبو بيصير افضل؟ يعني بتروض اسرع؟ لا والله افضل طريقه هذا البو يدمج الفاضي. ادري انه بطول مره بس باذن الله ما تنتهي الحلقه الا وانا ماخذ السلحفاه معي في البيت. ليفل 270 يعني دبل، مو دبل والله، اكثر من 190 اللي قبل شوي حقي، او 180 والله ما ادري. كان في واحد 100 ذبحت اثنينهم، فهذا بيفيدني ان شاء الله. يعني كل هذا بس 500، يا ساتر يعني. كسر رجلي. الله لا يوفق العدو، هذا اللي ما حسبنا حسابه. كيف بيجيون علي كلهم، فنوقف هنا. هشوف كم هيله. اوه يمدينا عليه، بس لا يهجمون الباقيين. كيف يا اخويا وراه؟ كذا كم هي اللي وراه؟ 800. تصدقون بالبو يمدينا ننهيه وافتك منه؟ خلنا نطق اللي هنا. انا ما ابغى يدمج الثاني. يلا بيموت، بقي 6 طقات 7 طقات. اوكي نكبه كذا. اهم شيء اني بعتن هذاك السلحفاه، انه ما معي اي شيء يمديني اروضه فيه او يمديني اذبحه فيه، هذا اللي بروضه بس. ليفل 200، مع اني كان ودي لاب 270 بس ذبحني ذاك للاسف. الحلقه هذه اعياد بعد، بس انه فيها تقدم يعني. الحلقات جايه باذن الله انه بيكون في اشياء اكثر واكثر. هانت يا عيال هانت. 2600 2300، باقي شوي على 2600 ولي الحق باقي فيه 2000 الحمد لله. وقف يلا باقي 2000 باقي 2000. هانت 1000 كفون. اخيرا يا الله يا الهي. الاصفر بعد ايش بعد؟ اوكي تيمينج. نسيت الاكل حقه وشو؟ الابيض لايك حطيته انا في هذا. لا والله موجود حلو. ايش باقي؟ ما يحب هذا، يبغى سويت كيك ميجو بيري، ما ادري وش هذه الاشياء صراحه. هذا ميجو بيري اوكي، كل ذي الاشياء عندنا الحمد لله. فتقريبا بقي له بس الوقت وخلاص يصير السلحفاه صديقنا. فشوية راجع لكم اذا ما يخلص التيمينج حقه. هانت يا 92% باقي 3. احس هذه الاشياء ما احتاج صح؟ اقصد كعدد اكل. اخيرا. وش نسميه؟ ايش رايكم نسميه على اسامي سلاحف النينجا؟ يعني في واحد اسمه مايكل، خلينا نسميه مايكل. ما ادري كذا مايكل؟ سميه كذا مايكل. نخليه معي بعض الاشياء. اوكي هذه دروب. طيب الحين اتوقع يمدينا نخلي في هذا. اوه نايس. هذه الاشياء نشيلها معنا، هنهايط عليه. طيب وايد ذبحني انا، يا ساتر ايش قاعد تسوي ذا؟ ما يهجم، غريبه ما يهجم، تو صار احمر. طيب يعني طقيته. طيب خلونا نوقف. ها مضيعني ولا ايش؟ لا والله ما ضيعني. طقني مره ثانيه. اوكي اسمه تروبيكال كريستن ويبرن او شيء زي كذا، فخلنا نرسبه في البيت الحين حاليا معنا السلحفاه، فبنخليها برا. بسم الله في تقدم يعني، والله في تقدم.
طيب خلنا نرسب السلحفاة. اوه صار لها 294. وش السد حقها؟ شفت ان الطريقة اللي سويناها مرة غلط اللي هي بهذا الشيء في الكروسبو. كروسبو كان يدينا نروض فيه ودبل الدمج، مو بدبل لا دبل وزيادة بعد. هذا كان يدمج 14 على الهيد حق السلحفاة، هذا كان يدمج 35. فغباء مني صراحة اني سويت هذا الشيء، لكن اتعلم مع الوقت. في شيء بسويه اللي هو هذا، هو اوكي خلنا نتعلمه بعدين. نسوي لنا واحد عشان نحطه على السلحفاة حقتنا. كمينتينج بيست، هذا كيف تجيبها؟ ايوه هذا هو، خلنا نشوف ويمكن اسويه. عندي واحد، الله ياخذ مخي الغبي، مشكله والله. حتى مسويه مع ياسر، مع انه المفروض اني ما احط هنا، بس خلنا نحطه جنبه. ناركوبيري معي خمس كوبيري هنا ولا؟ فغالبا ان يمدينا نسوي هذا الشيء، بس نضغط عليه ضغطه. اوكي ننقل انفنتوري هنا. في شيء الثاني كنت بسويه اللي هو السدل الكومبنس، هذا يبغانا نجيب الاشياء هذه وناخذ من هذه الاشياء ترانسفير، وغالبا 10 تكفي. وهذا يا ساتر وش ذا، خلينا نقول 9. اوكي عشان يمدينا الحين نسوي السدل. وخلاص سوينا ثنتين، المفروض انه نخلي واحده، لكن صار اللي صار. يلا اخر واحد الحين، وبعدها ناخذ الاشياء هذه. نسوينا يب سوينا هذا. يقول لك مديك تسوي لك واحد اخيرا اخيرا. طيب نجيبه هنا، نضغط عليه اف ونجيب الصدر. وين الصدر حقه؟ نجيبه هنا. الحين بدينا نركب. يا الله اقطاب الفله يا عيال. اوكي ليفل 299. طيب شيء ما يمشي؟ لا والله يمشي. هلاوي هلاوي والله شيء جامد، اقسم بالله شيء جامد. طيب اتوقع الحين يمدينا ناخذ هذه. اوكي يمدينا 12 حبه، ممتاز جدا. نخلي هذا الاشياء هنا، خلينا نخليها هنا لان بنحتاج نسوي الادوات السامه هذه حاليا. يمدينا نسوي الارو كم سوي؟ يمدينا نسوي حبه. طيب انا ابغى اكثر، ابغى 50 مثلا. يمدينا نسوي 16، بس خلينا نسوي 16 حبه. بعدها اتوقع يمدينا نسوي البو نفسه، بو كرافتنج فايبر كله عندي. لا ليش اجيب معي الاغراض؟ ابغى واحد، والله اني ابغى واحد. سوي واحد بس. كيف نشيل السهم؟ نحطه كذا فوقه بس. اها اوكي سوينا الاسهم هذه، شوفون 12 سهم. سام في تقدم والله، في تقدم. طيب خلنا نرسم كل الحيوانات حقتنا. وسداح ليفله 186 وهذا ليفله 299. فبس هذا كان مقطع اليوم، ان شاء الله مقطع عجبكم. يا ليت لا تنسون زر اللايك، وباذن الله الحلقه القادمه تكون اجمل باذن الله. هذه الحلقه طولت فيها صراحه كثير عشان اروض السلحفاه، مروضها بشيء غبي اللي هو قاعد يدمج بس 13 من 14. مع الوقت ان شاء الله بيكون افضل الوضع. دائما اقولها اني اوكي بشوف مقاطع، بس صدق ترى شو مقاطع يوتيوب، لكن صعب التعلم. يعني تشوف مقطع ومقطع ثاني ومقطع ثالث، الاشياء مختلفة، فما تدري وش تسوي، هذا ولا هذا ولا هذا ولا هذا. فسويت كم شيء انا وما ضبط، فقلت لازم اني اسوي معكم واجيب العيد معكم واتعلم واشوف الحلقة الجاية وش تسوي اذا جيت اروض. فسوينا اسهم سامة، جبنا السلحفاة، حطينا السدر حقها، طورنا ليفلها صار 290 تقريبا بسكة 300، لفلنا في الشخصية حقتنا. فباقي اشياء كثير بتطلع في الانجرامز لو تلاحظون هنا، في اشياء كثير تحت ما يمدينا نلفلها. شوفوا كيف. طبعا في اشياء في ليفل 70 اتوقع كانت مهمه للسلاح مثل حق اللي اعطاني اياه ياسر. في اشياء كثير، يعني اذا وصلنا ليفل 135 تقريبا خلاص يعني بنصير ختمنا الانجرامز تقريبا، ما عدا الاشياء اللي تحت ما ادري شلون تطلع. عموما بس هذا كان مقطع اليوم. وعد بدري المقطع المفروض يكون امس، لكن توني مخلص تصوير والوقت متاخر، ما يمديني ارفع مقطع لان النت عندي يعني ما شاء الله تبارك الله النت عندي سيء للامانه، فالمقطع بيتاخر يوم. هو المفروض انكم تشوفونه يوم الجمعه الساعه 10 في الليل، لكن بتشوفونه يوم السبت الساعه 10 في الليل. قلت عليكم اعتذر. هذا كان عندي، وشكرا على خير. سلام.